الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: سوف أستخرج لي قرضا من البنك، وسوف أسافر به إن شاء الله. يقول: سوف يبقى معي جزء من المبلغ، هل يجوز أن أدخره للحج أنا وزوجتي السنة القادمة إن شاء الله؟ الحمد لله. الجواب في فروع. الفرع الأول: اعلم يا أخي الكريم أن الدين حمالة على ظهرك وكاهلك، والإنسان لا ينبغي له أن يستدين إلا في دائرة الأمور الضرورية أو الحاجية التي لا بد منها، وأما الأمور التكميلية التحسينية التي يستغنى عنها فلا ينبغي للإنسان أن يتوغل في الاستدانة لها، لأن الدين حمل ثقيل وأمانة عظيمة، بل إن الإنسان ربما يمنعه من دخول الجنة دين، ربما يمنعه من دخول الجنة ذلك الدين. فقد روى الإمام الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إذا قدمت له جنازة هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين سأل هل ترك وفاء لدينه، فإن حدث أنه ترك وفاء وإلا قال صلوا على صاحبكم. ولما قدمت له جنازة ولم يترك صاحبها وفاء رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، الدين علي، يعني أنا الذي سأقضي دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنسي ذلك الرجل سداد الدين، ثم سدده بعد زمان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عنه فقال: قضيته يا رسول الله الآن. قال: الآن بردت عليه جلدته. فالدين من حقوق الناس، حتى الشهادة في سبيل الله عز وجل لا تكفر الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه إلا الدين، لأن الدين من حقوق الآدميين. فإذا كانت حسنة الشهادة والموت بين الصفين في سبيل الله عز وجل لا تقوى على تكفير الدين، فلماذا يتقحمه الإنسان في أمور تكميلية تحسينية؟ فوصيتي لك أيها السائل: إذا كان الأمر الذي سوف تستخرج هذا القرض له إذا كان من الأمور التحسينية التكميلية وسفر النزهة والسياحة، فأوصيك يا أخي ألا تفعل. وأما إذا كان من الأمور الضرورية الحاجية التي لا بد منها فاستعن بالله، وأسأل الله عز وجل أن يقضي عني وعنك، وعليك ألا تأخذ هذا الدين إلا بنية القضاء صدقا وجزما وعزما صادقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الفرع الثاني: لم تبين لنا وفقك الله تعالى الطريقة التي ستأخذ بها هذا القرض، لأن غالب القروض التي يأخذها الناس من البنوك هي قروض ربوية في حقيقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، كما في حديث جابر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلا يجوز لك أن تأخذ القرض إذا كان يتضمن الربا في الحال أو المآل. فإذا لابد أن تنظر إلى طريقة هذا القرض، ولا تفرح بسيولة المال بين يديك فتغفل عن السؤال عن حقيقة هذا القرض. فإن كان القرض ربا فلا يجوز لك أن تأخذه، لأن الربا محرم بإجماع العلماء. وأما إذا كانت طريقة القرض سليمة صحيحة كتورق ونحوه من الطرق الجائزة فإنه لا بأس بأخذه، لكن في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة. الفرع الثالث:
لا بأس عليك إذا أخذت هذا القرض ضرورة أو حاجة أن تدخر منه شيئا لتحج به، فإنه لا بأس على الإنسان أن يحج بمال يقترضه، فإذا بقي من القرض شيء أو ادخرت منه شيئا لتحج به أنت وزوجتك فلا أرى في ذلك بأسا، وكونه من مال القرض لا يجعله مالا محرما إنفاقه في عبادة الحج إذا كان من طريق جائز وليس من طريق ربا. وأما إذا كان القرض ربا فلا يجوز لك استخراجه ولا السفر به، ومن باب أولى أنه لا يجوز لك الحج به، لأن من حج بمال حرام فلا يعتبر حجه مبرورا وإن كان في أصح القولين مقبولا، والله أعلم.